بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الفوت نوتس. يعني ايه فوت نوتس؟ في بعض الورق او في بعض الكتب او في بعض المذكرات اللي انت بتقراها، احيانا بتلاقي في اخر الورقة هامش وتحته كلام مكتوب بيعبر عن ايضاحات او مصدر انت جبت منه الكلام ده، او مرجع عايق للي عايز تفاصيل اكتر يقدر يرجع له. ازاي بنضيف الهامش ده او المرجع ده في مايكروسوفت وورد؟ بنروح للريفيرنسز تاب تحت فوت نوتس جروب، وبكليك على انسيرت فوت نوت. اتاكد ان انا واقف في المكان اللي انا عايز اضيف فيه الفوت نوت. هلاقي الهامش ظهر وتحته رقم 1. اقدر اكتب الكلام اللي انا عايزه، وبكده انا اضفت فوت نوت للفايل بتاعي، بحيث ان اللي يجي يقرا الكلام اول ما تخلص العباره دي يشوف رقم 1، يعرف ان المصدر كان كذا او ان اللي قال الكلام ده كذا، ويقدر يرجع للمصدر ده لمزيد من التفاصيل. طيب الفوت نوتس بتاعتي انا لاحظت انها رقم 1، الفوت نوت اللي بعد كده هتبقى رقم 2، الفوت نوت اللي بعد كده هتبقى رقم 3 وهكذا. طيب ساعات في بعض الكتب بنلاقيها A و B و C او ألف و ب و ج. ازاي اقدر اتحكم في الفورماتنج بتاع تسلسل الفوت نوتس دي؟ من ريفيرنسز تاب فوت نوتس جروب بكليك على الديالوج بوكس لانشر، هيظهر فوت نوتس اند اند نوتس ديالوج بوكس. اقدر اختار تحت فورمات، اقدر اختار الفورماتنج اللي انا عايزه واقول له ابلاي. هلاحظ انه بدا بالحرف A بدل رقم 1، اذا التالي هيبقى B، التالي هيبقى C، التالي هيبقى D وهكذا. هلاحظ كمان ان الجزء اللي يعبر عن الرقم في الفوت نوت في نفس النص اقدر اتحكم فيه كأي تكست عادي، اقدر اخليه لونه كذا او بولد او ايتاليكس، او السايز ازود السايز او اقلل السايز وهكذا. طيب احيانا في بعض المستندات بتاعتك او في بعض الدوكيومنتس بتاعتك بتبقى عايز تبدا الفوت نوتس او التسلسل بتاع الفوت نوتس، بدل ما تستخدم 1 2 3 او اي بي سي بتبقى عايز تستخدم علامه معينه. مثلا في ناس بتحط استريسك او النجمه، يبقى نجمه واحده رقم 1، نجمتين رقم 2، 3 نجوم رقم 3. اعملها ازاي دي في مايكروسوفت وورد؟ بروح لريفيرنسز تاب تحت فوت نوتس، اكليك على الفوت نوتس دايلوج بوكس لانشر، تحت فورمات قدام كاستم مارك ممكن اكتب العلامه اللي انا عايزها، او اكليك على سيمبل واختار العلامه اللي انا عايزها واقول له اوكي انسرت. هلاحظ ان هو ضاف العلامه اوتوماتيك في اخر الصفحه تحت الفوت نوت، واقدر اكتب الفوت نوت اللي انا عايزها. عادي جدا. اتوقع ان انا لما اضيف فوت نوت جديده هيكون رقمها 2 دوتس وهكذا. طيب تعالوا نجرب نضيف فوت نوت في الملف ده. انا في اخر السطر هنا عايز اضيف الفوت نوت، عايز اضيف الكلام ده في الفوت نوت بتاعت الفايل بتاعي. انا عند ريفيرنسز تاب هقول له انسرت فوت نوت، واختار نمبر واقول له انسرت. مشكلة، انا دلوقتي في نص بالعربي، الرقم موجود بالانجلش،
وتحت الفوت نوت بدأ من الشمال، والسيبريتور او الفاصل بتاع الهامش موجود على الشمال برضو. يا ترى هل اقدر اتحكم في السيبريتور او الهامش ده؟ اقدر اخليه في اليمين؟ طب اقدر اغير لونه؟ طب يا ترى هل الرقم ده اقدر اخليه بالعربي؟ كل ده اقدر اعمله ازاي؟ اول حاجة لازم اعملها، لازم اتنقل لي الدرافت مود او الدرافت فيو. لما اتنقل عند الدرافت فيو بالشكل ده، اروح على ريفيرنسز تاب تحت فوت نوتس جروب، اقول له شو نوتس، بعدين اختار من قدام فوت نوتس من القائمة، اختار فوت نوتس سيباريتور. ساعتها هقدر اعمل سيلكت للسيباريتور بتاعي، واقدر اطبق عليه كل اعدادات الفونت والباراجرافز اللي انا عايزها. اقدر اخلي المحاذاة ناحية اليمين، واقدر اخليه بولد، واقدر اخليه كمان لونه مثلا اللون ده، وهكذا. بمجرد ما جبته ناحية اليمين اقدر ارجع لي البرينت لاي اوت، هلاقيه ناحية اليمين عادي. وابدأ هنا من ناحية اليمين، كنترول اكس كنترول في، اختار سيف تكست، وبكده بقى عندي الفوت نوت موجودة بالعربي في اخر الصفحة ناحية اليمين عادي جدا. شكرا والى اللقاء ان شاء الله.